من هو الشيخ أحمد ديدات، والد الشيخ يوسف ديدات الذي اغتيل في جنوب إفريقيا قبل أيام؟ قصة عظيمنا الكبير أحمد ديدات تبدأ سنة 1918 في الهند، وبالتحديد في بلدة تاديكهار فار بإقليم سورات الهندي، عندما رزق فلاح هندي مسلم اسمه حسين كاظم ديدات وزوجته فاطمة مولودا أطلق عليه اسم أحمد. هذا الطفل الهندي المسلم نشأ في كنف والديه في الهند، حيث كانا يعملان بالزراعة. وبعد فترة قصيرة من ولادته سافر الأب إلى جنوب إفريقيا طلبا للرزق ليلتحق به أحمد وهو في عمر 9 سنوات. قبل أن تتوفى أمه بعد ذلك بفترة قصيرة، فعاش أحمد مع والده في مدينة ديربن الجنوب إفريقية، وغير أبوه اتجاه عمله الزراعي وعمل خياطا. وفي سنة 1934 أكمل أحمد ديدات المرحلة السادسة الابتدائية، وقرر بعدها أن يترك التعليم لمساعدة والده، فعمل في دكان لبيع الملح أولا، ثم انتقل للعمل في مصنع للآثاث. وقد يعجب البعض حين يعلم أن بعض المنصرين في جنوب إفريقيا هم من تسببوا في صناعة هذا العظيم الإسلامي الكبير. فقد كان أحمد ديدات مجرد صبي فقير لا يعرف في الإسلام الشيء الكثير. ووفقا لما رواه أحمد ديدات، كان بعض المنصرين في مدينة ديربن في جنوب إفريقيا يمرون عليه في أربعينيات القرن الماضي في دكان الملح الذي كان يعمل فيه، ليوجه له أسئلة استفزازية من قبيل هذا وذاك: يا هذا، هل تعلم أن نبيك محمد سرق قرآنه من التوراة والإنجيل؟ يا هذا، هل تعلم أن نبيك محمد كانت له نساء كثيرات؟ هل تعلم أن نبيك نشر دينه بحد السيف؟ ويروي أحمد ديدات أنه لم يكن يعرف بماذا يرد على هؤلاء المنصرين، لأنه لم يكن يعلم الكثير عن دينه الإسلام. ولكن هذا الصبي الفقير لم يكن يحتاج إلى كثير من الذكاء ليستنتج أن هناك نبرة استهزاء واستعلاء وعنصرية في كلامهم. ففهم أن سبب عجزه عن الإجابة ينبع من جهله، فأدرك أحمد أنه بالعلم والقراءة فقط يمكن له أن يصبح قويا ليدافع عن كيانه. فصار يقرأ كل شيء يجده أمامه، فلا يترك صحيفة ملقاة أو كتابا مهملا أو إعلانا دعائيا إلا وقرأه. ثم اتجه بعد ذلك إلى مكتبة المدينة، فصار يقرأ فيها كل شيء، يلتهم الكتب التهاما، يقرأ عن أشياء يعرف معناها وأشياء لم يسمع بها البتة. فقرأ في التاريخ والأدب والفلسفة والفيزياء والهندسة واللغات وكل ما يخطر على بال الإنسان. ثم قرأ عن المسيحية كتبها، تاريخها، فلسفتها وتفاسيرها، حتى جاء وقت على أحمد ديدات لم يجد به كتابا لم يقرأه في مكتبة ديربان، فقد قرأ كل الكتب والمجلات والوثائق الموجودة في المكتبة. ولما وصل أحمد ديدات إلى مرحلة الشباب، صار هذا الشاب المسلم يمتلك حصيلة لغوية وموسوعة معرفية واطلاع ثقافي ودينيا واسع، وحفظ القرآن بأرقام آياته وصوره. وعندما انتهى من مرحلة بناء الشخصية، أدرك أنه آن الوقت للرد على هؤلاء الذين استغلوا جهله للتشكيك في دينه. فصار هو من ينتظر قدوم المنصرين إلى دكان الملح الذي كان يعمل به أجيرا. وتفاجأ هؤلاء المنصرون أن هذا الشاب صارت لديه المقدرة للرد على أسئلتهم بشكل مفصل وموثق. ليس ذلك فحسب، بل صار يلقي الكرة في ملعبهم مستعينا بما يحفظه عن كتبهم عن ظهر قلب. فامتنعوا عن المجيء إلى الدكان تجنبا من مقابلة أحمد ديدات الذي صار يفحمهم بكلامه. الطريف أن أحمد ديدات صار هو من ينتظر يوم عطلته الأسبوعية ليتوجه بنفسه إلى كنائس هؤلاء المنصرين ليناظرهم. وفي يوم من الأيام عثر أحمد ديدات أثناء عمله على كتاب سيغير من مجرى حياته، وهو كتاب إظهار الحق للعلامة الهندي رحمة الله الأموي رحمه الله. وفيه وضع هذه العلامة الهندي الذي تعود جذوره إلى الصحابي الجليل عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه، وضع مبادئ المناظرة العقلانية مع المشككين بدين الإسلام من الأديان الأخرى. فقرر الشيخ أحمد ديدات أن يطور من عمله الدعوي، فصار يعقد مناظرات عديدة في مجال مقارنة الأديان، وصار يتنقل من كنيسة إلى كنيسة ليناظر المنصرين بالدعوة والحجة الحكيمة. ثم صار ينتقل من بلد إلى آخر لعقد المناظرات الدينية مع كبار علماء المسيحية، فذاع صيته في جميع أنحاء الدنيا، وصار الناس يتناقلون قصص ذلك الشيخ الجنوب إفريقي المسن الذي يحفظ أرقام آيات القرآن وأرقام صفحات الكتاب المقدس عن ظهر قلب، حتى أصبح الشيخ أحمد ديدات أهم مناظر إسلامي على وجه الأرض.
وصار الشيخ أحمد ديدات يسجل مناظراته على أشرطة فيديو ليستفيد منها الناس في كل مكان، فانتشرت هذه الأشرطة في العالم الإسلامي كالنار في الهشيم. وفي هذا الزمان انتشرت تسجيلات مناظراته بشكل واسع على موقع يوتيوب وبقية وسائل التواصل الاجتماعي. وفي سنة 1996 أصيب الشيخ ديدات بجلطة في الدماغ، فنصحه الأطباء بالراحة وعدم السفر، إلا أن ذلك الشيخ الكبير رفض التوقف عن الدعوة وقرر السفر وهو مريض إلى أستراليا لتوصيل رسالة الإسلام إلى الشعب الأسترالي. على الرغم من مرضه وكبر سنه الذي قارب من 8 عقود، طاف الشيخ ديدات ولايات أستراليا محاضرا ومناظرا ومعرفا بدين محمد صلى الله عليه وسلم، غير آبهم بنصائح الأطباء وتحذيراته، حتى جاء يوم وقع فيه الشيخ أحمد أرضا وأصيب بجلطة خطيرة في الدماغ، ليصبح هذا العظيم الإسلامي الكبير مشلولا طريح الفراش، لا يستطيع أن يحرك إلا عينيه. ولكنه بالرغم من شلله لم يتوقف عن العمل في سبيل هذا الدين، فصار يستخدم لوحة ضوئية يختار منها بعينيه حروف الكلمات التي يريد التعبير بها، ليستمر في مسيرة العلم التي بدأها صغيرا يوم كان يعمل في دكان الملح، ويوم كان يذهب خلسة إلى مكتبة ديربن، ويبقى على تلك الحالة الثابتة مدة 9 سنوات منذ إصابته بالشلل. يزوره الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويستمر في تعليم تلاميذه بنظرات عينيه المنهكتين فقط. وفي صباح يوم الاثنين 8 أوت 2005، الموافق للثالث من رجب سنة 1426، فقدت الأمة الإسلامية الداعية الإسلامي الكبير أسد جنوب إفريقيا الإسلامي الشيخ المجاهد أحمد ديدات رحمه الله رحمة واسعة. وبعد موت الشيخ أحمد ديدات، تسلم ابنه يوسف أحمد ديدات لواء الدعوة في جنوب إفريقيا، واستمر على طريقة أبيه ودافع عن الدين في وجه من يحاولون تشويهه والتشكيك فيه، حتى باغته أحد المجرمين قبل أيام قليلة برصاصة غادرة في الرأس. نقل بعدها إلى المستشفى بحالة حرجة ليلاقي ربه متأثرا بإصابته، ويدفن بجانب والدته التي كانت تعتني بزوجها في سنوات مرضه. رحم الله عائلة الشيخ ديدات المؤمنة. من كتاب 100 من عظماء أمة الإسلام غيروا مجرى التاريخ لجهاد الترباني.